الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الكلام عن أركان الصلاة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الطمأنينة، ونكمل في الكلام عن الركوع بعد هذا الفاصل. الركوع أيها الإخوة والأخوات انحناء الظهر، وهذه هيئة تعظيم، ولذلك في بعض المجتمعات لا يفعلها إلا شخص يعظم المقابل، يفعلها مع ملك، مع وجيه، مع شخص عظيم كبير. ونحن المسلمون نفعلها مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. من أسماء الله الملك اسم عظيم، وهو ملك الملوك تبارك وتعالى. هذه هيئة تعظيم، انحناء الظهر. لكن سنتكلم عن التعظيم أو الركوع المستحب الكامل، وهذه صورته. تقول الله أكبر، ثم تفرج الأصابع اليدين في الركبتين، ثم تنظر إلى موضع سجودك، ترفع رأسك قليلا، ثم الظهر يكون مستويا، حتى قال الصحابة لو صب الماء على ظهر النبي لاستقر. هذه أفضل حالات الركوع، هكذا رأسك ليس نازل ولا مرتفع، وإنما مستوي مع ظهرك. هذه حالة أو أفضل حالات الركوع. لكن لو أن إنسانا قال الله أكبر ولم يمسك الركبتين، ثم قال سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ركوعه صحيح. لكن نتكلم عن الركوع الكامل. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي. لا نستطيع أن نبطل صلاة الآخر، لا، صلاته صحيحة، ما في أي مشكلة ولا إشكال فيها. لكن نتكلم عن الركوع الكامل. ولاحظ أن الركوع ما هو الذكر المستحب فيه؟ الله قال لنبيه فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. إذن تقول سبحان ربي العظيم، لماذا؟ لكي يجتمع عندك أيها المصلي التعظيم الفعلي والتعظيم القولي. أنت تعظم الرب بفعلك بانحناء ظهرك، وتعظم ربك في القول بقولك سبحان ربي العظيم. سبحان تسبيح تنزيه، أنزه ربي العظيم سبحانه وتعالى، أنزهه عن كل نقص، والله العليم الحكيم الحليم القدير القوي العزيز الجبار، كل نقص أنزهه عن النقص في كماله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كل كمال فيه في الرب لا نقص فيه سبحانه وتعالى. وأيضا أنزه عن مشابهة المخلوق، فالله هو الخالق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن هي هيئة تعظيم. ومن أذكار الركوع قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. من أين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر؟ تأمل معي أن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية. كيف؟ هذا بعد الفاصل. تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها كان، هذا رواه البخاري ومسلم، كان أكثر دعائه أي الذكر في الركوع والسجود، كان يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة كان يتأول القرآن، يعني يعمل بما في القرآن، لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح، والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أفعل؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال الله لنبيه فسبح بحمد
ربك. لاحظ الذكر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إنه كان واستغفره، ثم قال النبي اللهم اغفر لي. فطبق النبي عليه الصلاة والسلام ما في الركوع، أو ما في عفوا ما في هذه الصورة من أوامر من الرب له تبارك وتعالى. من الأذكار، وأنت نوع المصلي ينوع حتى ينشط، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح أو نزه الرب، قدوس أطهره فهو المطهر سبحانه وتعالى، رب الملائكة خالق الملائكة، والروح جبريل. وهذا كما يقول أهل اللغة من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. الروح جبريل من الملائكة، لكن الله قال رب الملائكة والروح أي جبريل. وقد ورد لفظ الروح في القرآن على عدة معاني، منها جبريل تنزل ملائكة والروح فيها في سورة القدر، ومنها الروح التي بين جنبيك ويسألونك عن الروح. وكل هذا يسمى روح لأن فيه حياة، الوحي فيه حياة، جبريل ينزل بالحياة، وأيضا الروح التي بين جنبيك هي فيها حياة في جسدك، تحيي الجسد. من مسائل الركوع أيها الإخوة والأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قراءة القرآن في الركوع. لماذا؟ القرآن كلام الله أشرف الذكر، وهيئة الركوع هيئة خضوع وذل، فكلام الله لا يناسب هذه الهيئة. هذه الهيئة هيئة خضوع، هيئة ذل، فلا يقرأ فيها القرآن. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن في الركوع. إذن هذا هو الركوع. ولاحظ أن ركن الركوع مهم، لأن الرب تبارك وتعالى قد قال واركعي مع الراكعين عن مريم، واركع يعني صلي، لكن كما قلنا مع جبريل هو ذكر الجزء المراد به الكل لأهمية هذا الجزء، واركعي مع الراكع يعني يصلي، كما قال الرب تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واسجد واقترب. ليس المراد أنه يسجد فقط، لا، يعني صل واقترب، لكن لأهمية السجود خصصه، كما قلنا من ذكر، هو باب ذكر الخاص والمراد به العموم لأهمية الخاص. إذن هذا هو الركوع، وهذه هي أذكاره، والنهي عنه عن قراءة القرآن فيه والحكمة من ذلك. ولا شك أن الركوع من أهم أركان الصلاة، لكن أهم منه ركن السجود الذي سنتكلم عنه في حلقات قادمة. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.